بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 21. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. في سياق حديث المؤلف رحمه الله عن استمتاع الأمة بخلاقها كما استمتع الذين من قبلهم، ذكر حديث أبي سعيد في الصحيحين المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لمن أخذ الدنيا بحقها أو بغير حقها. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: ما شأنك تكلم رسول الله ولا يكلمك؟ قال: ورأينا أنه ينزل عليه فأفاق يمسح عنه الرحضاء، وقال: أين هذا السائل؟ وكأنه حمده. فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر. وفي رواية فقال: أين السائل آنفا؟ أو خير هو؟ ثلاثا: إنه لا يأتي الخير إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، وإن هذا المال خضر حلو، ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال المؤلف رحمه الله في سياق الأدلة التي تدل على تشبه بعض هذه الأمة أو كثير من هذه الأمة بمن قبلها، ومن ذلك تشبه بعض هذه الأمة أو كثير منها بمن قبلهم في الاستمتاع بالدنيا، وهو الاستمتاع بالخلاق. ومن ذلك هذا الحديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وجلس حوله أصحابه كعادتهم حينما يتلقون منه التوجيهات. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سألهم كيف يكونون، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبرهم أنه إنما يخاف عليهم زهرة الدنيا إذا فتحت عليهم، وأنه لا يخشى عليهم الفقر، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بالأرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكل مقدر له رزقه، لا يموت حتى يستوفيه كأجله كما في الحديث. فهو لا يخاف عليهم الفقر لأن الله تكفل بأرزاقهم. وأيضا الفقر لا يحمل على البطر والكبر والإفساد في الأرض. الفقر يسكن الإنسان ولا يحمله على الصفات الذميمة، بخلاف الغنى فإنه يحمل الإنسان على الأشر والبطر والشهوات المحرمة،
هذا هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم، في أن الغنى فيه شر وفيه خوف على صاحبه. فسأل رجل الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة، فقال: يا رسول الله، ويأتي الخير بالشر؟ يعني أن الغنى أنه خير، فكيف يأتي بالشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه في الأول، لأنه كان مشغولا بما ينزل عليه من الوحي. لكن الصحابة كأنهم فهموا أن الرسول أعرض عنه وأنه لم يعجبه سؤاله. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب عنه ما يعتريه عند الوحي لم يهمل هذا السائل، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ففي هذا أن المسؤول لا ينبغي أنه يعرض عن السائل، بل يوجهه، كما قال تعالى: وأما السائل فلا تنهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل؟ وكأنه أعجبه سؤاله، فقال: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، لا يأتي بالشر، ولكن إنما يأتي الشر من الاستعمال، استعمال الإنسان. فالإنسان هو الذي يحول الخير شرا بتصرفاته. وذلك أن الإنسان إذا استقبل هذا المال برفق وبكسب اكتساب طيب وقناعية، ثم إنه إذا حصل على شيء منه تصرف فيه تصرفا مفيدا لنفسه ولغيره، فإنه يكون خيرا له. ونعم المال الصالح للرجل الصالح. إنما إذا أخذه بشره ونهم وغامر في تحصيله ولم يفرق بين الكسب الحلال والحرام والكسب الحرام، ثم إنه إذا حصل له المال لم يتصرف فيه تصرفا حسنا، فإن هذا أتى بالشر. هذا خير سبب له شرا، لا لذات الخير، وإنما لتصرفه هو. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا للمال ومثلا للإنسان مع المال. ضرب مثلا للمال بالخضر من النبات والعشب الحلو الطيب، هذا مثل المال. وتصرف الناس فيه ينقسم إلى قسمين: أحد يأخذه برفق وبهدوء وبكسب حلال، ثم إنه ينفقه في ما ينفعه وينفع غيره، فهذا مثل الناقة التي رعت من هذا العشب الخضر، رعت منه قدر حاجتها، ثم إنها بركت واستقبلت الشمس، حرارة الشمس، حتى يتهضم ما في بطنها، ثم إذا تهضم وجاعت قامت وأكلت مرة أخرى ثانية. هذا هو التصرف الحسن، وهذا يكون خيرا. لكن الصنف الثاني مثل البهيمة التي وجدت المرعى الطيب الخصب وهو غض طري، فأكلت منه بدون تقدير حتى انتفخت، يعني حبطت، والحبط هو الانتفاخ، انتفاخ البطن، ثم إنها تضررت بذلك وربما تهلك بسبب ذلك. فهذا مثل الإنسان الذي يأخذ المال بنهم ولا يفرق بين طريق الكسب الحلال وطريق الكسب الحرام، إنما نهمته جمع المال. ثم إنه إذا حاز عليه لا يتصرف فيه تصرفا حكيما وينفقه في وجوهه، وإنما ينفقه في سبيل الشهوات وسبيل الإفساد، أو هو في نفسه يتكبر ويفطر على الناس. فهذا مثل هذه الدابة التي أساءت الرعي ورعت ما يضرها، ثم كان عاقبة ذلك عليها الضرر العظيم والانتفاخ والتعرض للموت.
نعم. قال وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. هذا التصرف الحسن. نعم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع. بغير حقه يأخذه من كسب حرام، فإن هذا يبتلى بالجشع إذا كان يأخذ المال من كسب حرام فإنه يصاب بالجشع وطلب المال بنهم ولا يستريح أبدا. نعم. ويكون عليه شهيدا يوم القيامة، ويكون هذا المال شهيدا عليه، كما في الحديث يسأل عن أربع وذكر منها ماله، أنه يسأل عن ماله، في من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله سبحانه مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. نعم. وهذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا وتصرف الناس فيها. قد قال الله جل وعلا إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فالدنيا زائلة وزهرتها زائلة، فالإنسان لا يغتر بها، لا يغتر بها. والله جل وعلا مستخلف الناس في هذه الدنيا، بمعنى أنه جعلهم يخلف بعضهم بعضا، كما قال لأبيهم آدم في حق أبيهم آدم إني جاعل في الأرض خليفة، يعني يخلف من قبله. لا كما يفهم بعض الناس أنه خليفة الله، فإن الله جل وعلا ليس له خليفة سبحانه، وليس بحاجة إلى الخليفة، وإنما الله هو الخليفة سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله خليفتي على كل مسلم. فالله هو الخليفة سبحانه وتعالى، لا أنه يستخذ خليفة من الناس، وإنما الناس هم الذين بحاجة لمن يخلفهم. فالله مستخلف الناس في هذه الدنيا، وجعل كما قال جل وعلا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. فالله يستخلف العباد في هذه الدنيا، يذهب جيل ويأتي جيل، يموت شخص ويرثه شخص وهكذا. فينظر كيف تعملون، الله جل وعلا ليس بغافل عن تصرفاتنا، فهو يحصيها علينا ويحيط بها سبحانه وتعالى، وينظر كيف نعمل، يبتلينا بهذا الاستخلاف، ماذا نعمل، هل نحسن أو نسيء. انظر كيف تعمل، فاتقوا الدنيا أي اتقوا فتنتها. نعم. الدنيا لا تذم لذاتها، فإنها مطية الآخرة، فلا تذم لذاتها، وهي مخلوقات وطيبات وأرزاق ومنافع، فهي لا تذم لذاتها، وإنما الذي يذم تصرف الإنسان فيها. فاتقوا الدنيا أي اتقوا فتنتها، اتقوا فتنتها، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اتقوا الدنيا، اتقوا فتنتها وشرها، وخذوا من خيرها واستعملوها في طاعة الله، واستعينوا بها على طاعة الله وعلى مصالحكم ومنافعكم. واتقوا النساء، نص على النساء، النساء لا شك أنها من فتنة الدنيا، أنها من فتنة الدنيا، وهي أشد فتنة من فتنة المال. الدنيا المرأة أشد فتنة من فتنة المال، لأنها تجر إلى الفاحشة، من افتتن بها تجره إلى الفاحشة،
والوقوع في فساد الأخلاق وفساد الأعراض وضياع الأسر واختلاط الأنساب. فالمرأة في الحقيقة أنها هي القاعدة للمجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت المرأة فسد المجتمع. ولذلك أعداء الإسلام الآن يركزون على المرأة ويريدون أن المرأة تتمرد على الأحكام الشرعية، وأن ويقولون هذا من حقها ومن حريتها وهي مظلومة، يريدون بذلك أن يدمروا بها المجتمع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالمرأة لا شك أنها هي قاعدة المجتمع وهي أساس الأسرة، فإذا صلحت صلحت الأسرة، وإذا صلحت الأسر صلح المجتمع، فهي الأساس. أما إذا فسدت المرأة فسد المجتمع كله. فينبغي العناية بها، ينبغي العناية بها وحفظها والمحافظة عليها وإعطاؤها ما تستحق من الكرامة اللائقة بها. أما أن تعطى ما لا يليق بها فهذا من تضييعها ومن الإساءة إليها. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لدسائس الأعداء وأن يحذروا من فتنة المرأة، كما قال الشاعر: والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالمرأة عليها دور كبير في المجتمع، فعليها هي في نفسها أن تتقي الله عز وجل وأن تحذر من الفتنة والخروج عن دورها اللائق بها. وعلى أوليائها أيضا أن يصونوها، كما قال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ففي نص النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة في هذا الحديث دليل على خطورتها، وأنها إذا أهملت دمرت المجتمع، وإذا حوفظ عليها فإنها تنفع المجتمع. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة النساء، معللا بأن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة الدنيا عموما، نعم، ثم حذر من فتنة النساء خصوصا، وبين المثال لذلك بما وقع لبني إسرائيل من الفساد ومن الدمار الذي حل بهم بسبب إهمال نسائهم لما تجملت وتعطرت وخرجت وواقعت الفساد وتبعها الأشرار. فإن الله أنزل ببني إسرائيل الطواعين والأمراض والأسقام المهلكة، كما يروي ذلك التاريخ. نعم، قال: وهذا نظير ما سنذكره من حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، يعني وصل الشعر. نعم، معاوية، الحديث صحيح مسلم. معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة في خلافته وخطب الناس قال: أين علماؤكم؟ ثم إنه أخرج كبة من شعر أو كبة من شعر، فقال: أين علماؤكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال: إنما هلك بنو إسرائيل لما اتخذت نساؤهم هذه، اتخذت نساؤهم هذه، بمعنى أنها تتزين وتتجمل وتظهر للناس، وأنها أيضا ما تكتفي بزينتها التي أعطاها الله، بل إنها تحاول التزييف والوصل الشعر، تجعل لها شعرا ليس منها لتغر الناس وتجذب الناس. فالمرأة سلاح فتاك، إذا لم تحافظ عليه فإنه يقتل ويدمر. نعم، قال رحمه الله: هذا فيه، هذا الحديث، نعم، فيه تحريم وصل الشعر بشعر، وصل شعر المرأة بشعر آخر. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة
والمستوصلة الواصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة التي تطلب ذلك ممن يعمله معها من النساء. نعم. قال: وكثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها النساء. نعم. ومن فتن النساء أنها هي التي تحرض على البدع وعلى مشابهة أهل الكتاب في أعيادهم وفي غيرها من عاداتهم الضارة التي لا فائدة منها. نعم. قال: وأما الخوض كالذي خاضوا، فروينا من حديث الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إذا كان منهم من أتى أمه على نية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. لما انتهى الشيخ رحمه الله من الكلام على النقطة الأولى من التشبه بالذين من قبلنا، وهو التشبه بهم في الخلاق والشهوات وطلب الدنيا والتكاثر فيها، وهذا لا شك أنه خطير جدا، انتقل إلى ما هو شر منه، وهو التشبه بهم في الخوض في عقائدهم، الخوض في العقائد. خضتم كالذي خاضوا في عقائدهم. فإن بني إسرائيل أو من الأمم قبلنا عموما إنما هلكوا لما تفرقوا في عقائدهم. الله جل وعلا جعل العقيدة عقيدة واحدة، عقيدة التوحيد واتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا طريق النجاة، طريق الحق، اتباع الكتاب والسنة، هذا هو طريق الحق وطريق النجاة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالعقيدة مجالها التلقي، ومجالها التلقي والتوقيف، فلا يحدث فيها شيء ولا يضاف إليها شيء إلا ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وهي عقيدة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والله أمر بني إسرائيل بذلك، لكنهم تفرقوا واختلفوا في عقائدهم، وقد نهانا الله جل وعلا عن ذلك، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فمن التشبه بهم أن نتفرق في عقيدتنا كما تفرقوا، ولكن قدر الله نافذ والابتلاء واقع، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، وأن النصارى افترقوا على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذه الأمم الثلاث تفرقت، اليهود والنصارى والمسلمون، وما كان لهم أن يتفرقوا لو أنهم تمسكوا بالكتاب والسنة واتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ما كان لهم أن يتفرقوا في عقائدهم، ولكن الله يجري الابتلاء والامتحان، فحصل التفرق، وتشبهت هذه الأمة بمن قبلها في التفرق والاختلاف، ولكن بقيت منها ولله الحمد بقية ثبتت على الحق ولم تنحرف عنه، وهم أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية، الفرقة الناجية التي سميت ناجية لأنه قال صلى الله عليه وسلم: كل هذه الفرق في النار إلا واحدة، يعني هذه نجت من النار بسبب ثباتها على الحق
وعلى التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة وعلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي. الله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا هو طريق الصحيح، أن لا نتفرق وأن نتلقى عقيدتنا من الكتاب والسنة، ولا نتلقاها من عادات الناس أو تقاليد الناس أو استحسان فلان أو عمل فلان، فإن هذا يشتت الناس ويضيعهم، وكل يتبع شيخه ورئيسه ويحصل بذلك التفرق. نحن ليس لنا قدوة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو إمامنا عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو إمامنا وهو القدوة. وأما العلماء فمن اقتدى به نتبعه، ومن خالفه فإننا نرفضه ولا ننظر إليه. هذا هو الطريق الصحيح، طريق النجاة. ولكن لما حصل في الأمم السابقة اختلاف، وكان في هذه الأمة من يتشبه بهم، اختلفت هذه الأمة كما هو الواقع الآن. الفرق، تاريخ الفرق، إذا قرأت في تاريخ الفرق تعجبت، مثل الملل والنحل للشهرستاني، والفرق بين الفرق للبغدادي والفصل في الملل والنحل لابن حزم، والمقالات لأبي الحسن الأشعري، تتعجب من هذا الاختلاف وهذا التفرق. وما كان ذلك ليقع لو أنهم تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا، ندع التفصيل ذلك وبيانه إلى لقائنا القادم إن شاء الله. أيها الإخوة المستمعون، في نهاية لقائنا هذا نتوجه بشكرنا لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان على ما تكرم به من الشرح والبيان، ونشكر لكم حسن استماعكم، ونسأل الله ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.